أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من البحرين من الرفاع عين سين. تقول فضيلة الشيخ: أنا فتاة بعد وفاة الوالدة رحمها الله أعيش في حزن لأن عائلتي متقاطعة لا يعرفون صلة الأرحام. أنا قلبي نظيم تجاههم، وإذا قمت بزيارتهم كأنني حشرة داخل عليهم، وأنا فقيرة ومحافظة ومن عمري ما طلبت منهم أي شيء. هل أقوم بزيارتهم أم أقاطعهم ووجهوني في ذلك مأجورين؟ نعم، صلة الأرحام واجبة، ولو كانوا يقاطعونك فصليهم، أدي ما عليك من حقهم، وأما ما قصروا به من حقك مسؤوليته عليهم. والذي يواصل أقاربه وهم يقاطعونه هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. الحديث صل رحمك وإن قطعوك، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاءه رجل يشكو إليه أقاربه وقال: إني أصلهم ويقطعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المن، ولا يزال عليك ولا يزال معك من الله الرحيم، يعني معين عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الاستمرار في صلتهم وإن قطعوه، فعليك بمواصلة أقاربك. وكونهم يكرهونك أو لا يستقبلونك هذا لا يمنعك من مواصلتهم. وإن كان أن عندك خلل أو خطأ وهم يكرهونك من أجله، أزيلي هذا الخلل أو هذا الخطأ. نعم.